السلام عليكم عشاق جلابة الحرة عند وديع البزيوي، تحياتي لكم، مرحبا بكم. المحل ديالنا متواجد في مدينة الرباط، حي النهضة جوج. اليوم إن شاء الله نقدم لكم هذه الجوهرة، هذه اللؤلؤة ديال الأخ العزيز محمد الجفالي من مدينة بركان، الزبون اللي كيثق فينا والصديق. قصة طويلة معاه، يعني الزبون كيتقدم عندنا، كيتشاور معنا، كنتشاورو معاه، كنتبادلو الحديث. تحياتي للسي محمد، واليوم ان شاء الله مولف كياخذ عندنا الاثواب وبغى يجرب الخياطه ديالنا. شاف واحد الموديل وبغى يجرب الخياطه، وحنا خدمنا ليه هاد الشخمه هادي، الوزاني لون ترابي، حاجه مليحه. انا الخدمه، اللهم بارك السي محمد، تستاهل كل خير، رجل طيب حامل لكتاب الله، وحنا شرف لينا نتعاملوا مع هاد الناس. انا تبارك الله كيف ما شفتيها كيف ما عشقتيها، اللهم بارك. غادي نهضر معكم بالخياطه بالتفاصيل. الخياطه راه ما مقداش، كل خياطه والثمن ديالها، وكل شكل والثمن ديالو. دابا هذه سفيفه جوزه، جوج لوينات خدمناها بهذا التراب هذا مغلوق مع البلونكاسي، غاز الزواقه هذه، العقيدات بلديين على عقيقه مخدومين جوج لوينات، الزواق ديال المعلم جوج دريسات فوق جوج دريسات، كتجي هكا بحال دبانه مضوبليه، اللهم بارك. خدمنا ليه السفيفه في الكم على برا كيف ما بغاها، والزواق ديال المعلم كذلك. خدمنا ليه السفيفه في الكم في القب من الداخل، خدمنا ليه القب بالفتيح، اللهم بارك. الخياطه خلاص، راه خيطناها ليه بجوج لوينات، وهاد جوج لوان راه صعيبه في خدمتها. خدمنا ليه بالربيب، والناس الصناعية راه عارفين شنو هو الربيب، اللهم بارك. الشبيكات العقيدات خدمنا ليه بالخراط، وجلابية اللهم بارك، راه الا ما كانش حري في الخياط راه ما يخرجهاش، لان السيد اللهم بارك كيدير متر و 54 في الطول، وكيدير في الربع 44، وبالخراط وكيدير في المادة 93. هادشي علاش حنا كنبغيو نقولوا للناس ان اي خرقه خديتوها من عندنا راه وما خرجاتش في العبار، راه المشكل في الخياط ماشي المشكل في الثوب. الثوب راه 2.80 متر كافي باش انك تفصل جلابه. كاينين شي ناس كيجيو عندي كيقول لي راه خاصني 3.5 متر، 3.5 متر، 4 متر. خصوصا حاليا كنلاحظ واحد القضيه، ان هاد البنات حاليا اللي كيديروا مصممات وداكشي كيطلبوا الثوب بزاف، خاصهم يبحثوا على الصناعيه ويطيحوا معاهم في ارض الميدان ويشوفوا كيفاش كيفصلوا ويتعلموا، لان الفصاله البلديه ماشي هي الفصاله العصريه، لان التوب راه 2.80 متر 2.90 متر كافي باش انك تفصل جلابه رجاليه. واخا يكون راجل طويل، دابا هذا اللهم بارك راه فايت 1.90 متر وعامر تبارك الله، وهي جلابيه خرجت ليه في امان، يعني حرايفي خرجها في العبار. تحياتي لكم وشكرا جزيلا، وشكرا جزيلا للاخ محمد على الثقه ديالك وعلى المسانده والدعم، كدعمنا بزاف. اي فيديو حطينا في يوتيوب كتهز وكتحط في الستوريات عندك، صراحه الانسان اللي كيبغينا وكيدعمنا راه باين. تحياتي لكم، وهذا نداء بعد الاخوه يبارطاجيو الاعمال ديالنا، الناس اللي كيعرفونا واللي ما كيعرفوناش ياخذوا فيديو يحطوا عنده في الستوري يشوفوه الناس. صراحه كنحطوا بحال هذه الخدمه هذه تبارك الله، صراحه انا راه كيضرني خاطري ملي كنشوف بحال هاد التحفه هادي ضربه في لي فيديو مثلا واحد 400 في ولا 300 في، راه كيضرني خاطري صراحه. بحال هادي راه خاصها توصل واحد 10 كا بعدا، واحد 15 كا، واحد 20 كا، علاش ما تبارطاجيوش؟ ماشي كنلومكم انا صراحه، ما كنلومش، ولكن كنبغي بحال هكا بحال هاد الخدمه هادي ديالنا حنا المغاربه تبان، بحال هادشي هذا يبان في الشاشه، يبان في سميتو. تبارك الله، هانتوما الخدمه في الكتاف، بحال هادشي خاصو يبان للناس يشوفوه، تشجعوه، ماشي غير هذا اللي تصدر العناوين، فهمتي؟ هادشي هذا خاصو يبان. ها شوفوا الخدمه تبارك الله، شوفوا معايا هنا الزواق. تحياتي لكم ومرحبا بكم وشكرا جزيلا، وحنا راه خدامين ومازال غتشوفوا معنا الجديد، ولا تعطلنا على شي حد يسمح لينا منهم. هذا راه صديق ديالنا وخونا وحبيبنا، وتعطلنا عليه، يعني حنا راه عندنا كلشي بحال وكلشي سواسيه، داكشي راه بالنوبه اللي وصلت النوبه راه جلابيتو كتخدم،
تحياتي لكم وشكرا جزيلا لكم.